موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إذلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أي من طين، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار. وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. تكبر إبليس لعنه الله عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فطرد ولعن والعياذ بالله تعالى. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لربه: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستأصلنهم بالإضلال ولأغوينهم، لأستولين على ذريته، لأضلنهم والعياذ بالله تعالى. إلا قليلا، عرف الخبيث أنه لابد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه. فقال الله له: اذهب فمن تبعك منهم، أي واختارك على ربه ووليه الحق، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي مدخرا لكم موفرا جزاء لأعمالكم. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال: ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية، يعني كل من يدعو الناس إلى معصية الله سبحانه وتعالى فهذا مثل ما يفعل الشيطان، وإنما يؤزه الشيطان لفعله هذا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله، فهو من خيل الشيطان ورجله. هل تتخيل وتتصور أن بعض الناس يعملون جنودا للشياطين والعياذ بالله كخيول الشياطين يستعملهم في معصية الله؟ يقول: والمقصود أن الله تعالى ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. وقوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية، يعني الإنسان الذي يمنع زكاة ماله أو كفارة وجبت عليه ولا يؤدب أولاده ولا يربيهم على الخير، أو يعتدي على أموال الناس أو يكسب المال الحرام، كل ذلك من مشاركة إبليس له في ماله وفي أولاده. يقول: بل يدخل، أو ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسمي الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما وردت بذلك الأحاديث. وقوله: وعدهم، الأوعاد
المزخرفة التي لا حقيقة لها، الوعود المزخرفة الكاذبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا مضمحلا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق، كما قال الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد ذكر ما يعتصم به من فتنته، وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شر ويحفظهم من الشيطان الرجيم ويقوم بكفايتهم، وكفى بربك وكيلا أي لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. وفي الآيات فوائد، أولها ضرورة تذكر هذه القصة المباركة، قصة آدم عليه السلام وما كان من أمر الله عز وجل لإبليس بالسجود، لأنها تحذرنا من الكبر على الله عز وجل والتكبر على طاعته سبحانه وتعالى، وأن ذلك من أسباب دخول النار بل والخلود فيها لمن كان كإبليس والعياذ بالله تعالى. تحذرنا أيضا من الشيطان أن يستفزنا بصوته ويدخل في ذلك الغناء، كما قال العلماء وورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والحديث رواه البخاري. أيضا فيها الحذر من إنفاق المال أو كسب المال من حرام، فمن كان كسبه أو إنفاقه في حرام فقد جلب عليه الشيطان بجيشه وشاركه في المال، فلنحذر من الربا من المعاملات المحرمة، لنحذر من الإسراف والتبذير، أو بعض الناس الذين يشربون الحرام كالدخان والمخدرات وغير ذلك، فهذا من مشاركة الشيطان في أموالهم. أيضا الحذر من مشاركة الشيطان في الأولاد حين يربون على الحرام وعلى السوء وعن البعد عن الله، وحين يترك التسميع حين يأتي أهله. وفي الحديث: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أيضا الحذر من أن يكون الإنسان من خيل الشيطان ومشاته الساعين معه في معصية الله وفي إفساد الناس، كأهل الغناء والطرب والتمثيل وأصحاب القنوات الذين ينشرون المنكرات والسحر والشعوذة وغير ذلك، والمرابين الذين يشجعون على التعامل بالربا، أو الذين ينادون بإخراج المرأة من بيتها للمنكرات والمحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكل ذلك ممن يفعلون مثل أفعال الشياطين والعياذ بالله تعالى. وفي الحديث: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، استغفر الله. الحديث رواه أحمد. وأخيرا في الآية بيان السبيل النجاة من كيد الشيطان وشره وشركه، وهو القيام بتحقيق وتكميل العبودية لله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبقدر تكميل العبودية القلبية والظاهرة لله عز وجل ينصرف عن الإنسان شر وكيد الشيطان، شر وكيد الشيطان وكيد الشيطان. بقدر التقصير في عبودية الله يعني يكون تأثير الشيطان على العبد، والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله من شره وكيده. وأقول قبل هذا: أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.